المشكله بنتي عندي واحد الكريمه واخده ليا راجل اختي انا في الاول كنت كنمشي الرباط عندي اختي في الرباط كنت كنمشي بحال دابا كتولد كنت كنمشي نشقى ليها وكنمشي زعما بحال هكا كنعاونها كت خدامه فواحد الشركه في باشكو هي هذيك واحد الوقت تنصر سيدنا الله ينصرو واحد المره في الرباط مشينا جوج مره لدار السلام يعني مشينا ما ساعدنيش الحظ ناضت اختي وداكشي مسكينه الله يرحمها قالت لي شوف اختي مسكينه كتجي تضرب تماره وكتجي توقف عليا ملي كنولد وهادي قالت لي عافاك مني كدفع الناس حتى اختي دفع عليها فعلا دفع ليا واحد المره ودك الشيء جالس جيت انا لكازا وداكشي ويقول لي شوفي جي السعديه راه جاتك راه ديك الكريمه جات فعلا مشيت مشينا للناظور مشينا للناظور ودك مشيت لقيت موجد السمسار موجد كلشي انا ما عارفه والو بنتي ما قاريش قريت البنت الثاني ما عارفه والو امي اللي ما قاريه والو ما كنعرف وين تجا ما بنتي والو ما كنعرف يا هذيك مشينا مع الوراق سنينا سنينا ما عرفتش في الناظور صافي هي سنيت في, في الوراق كل شيء عطاني 100 الف ريال قال لي كل مره غنبدا نعطيك شي حاجه آه راجل اختي كل مره نعطيك شي حاجه يعني جينا ماشي امتى 2002 خارجه في 2002 هي هذيك ملي جيت صافي شديتك 100 الف ريال داس مده ما نقدرش نقول لك انا شحال آه داس مده دا واحد المره عيط ليا ثاني قال لي تاني. الساديه جا واحد الورقه راه جاتك آه جاتك قال لي حيت في الاول دار ليا لدريسه عنده آه واحد آه الورقه جاتك من ناطو قلت ليش ديالاش قال لي الله اعلم ما عرفتش أنا الورقة بنتي ديالاش ملي مشيت هزني وحطني غادي الخدمة حطني حدا البيرو ديال ديال الكسيد في الرباط حطني تما في واحد الموبل كيفين قال لي طلعي هادي طلعي من فعلا طلعت يوم ملي دخلت عندك السيد هو يقول لي لالا الشيفور ديال الشيفور ديالك دار كسيدة وأنا نقول له شوفي ولدي أنا راه ما عنديش بركة فين غنسرح رجلي هو يدخل ولابس كوبلي خطف لي البرا قال لي سيدي كانت خدامة عندي تصوري بنتي نسبتو وناصب علي في حقي وقال لك خدامة عندك نكرني كي جات كملتي نسيبي ناصب عليا وقال لك انا خدامه عنده تفلي البراق السيد قال لي سيدي هادي كانت خدامه عندك صافي هاديك جيت بنتي للدار قلت لها اختي قالت لي اختي لا ما ديتش تي قالت لي ما يعني فعلا السيد جا عنده داك دابا موطنا بالآخر دوز على اخر داز الطوموبيل بالتنازل الطاكسي أتا... كدير تاوي من الناظور نهار الاخر جا عندو السيد هو يقول لي بنت كبات هاديك الليلة قال لي راه جا داك السيد قال لي قلت السيد ماشي هو داك اللي نهار الاول اللي سنيت عندو قال لي لا حق هذاك راه كيجيه جا السيد قال لي غتمشي تسني قلت ليه ديال غتسني قلت ليه اش غنسني قال لي شوفي غادي تسني بينا انت يا عندك الكريمه وعندك الطوموبيل يعني الا جات ستيك سيده ما بقاوش عندك انت سمعتي قال لي هو اللي مسؤول انت يا قال لي ملي مشينا للمقاطعه قال لي السعدي السعدي الازاري عند الكريمه وانت عندك الطوموبيل مع... ما الطوموبيل ما يعني اي اكسيده جات انت محمل هذا راجل اختي كيقول فيها ملي مشينا سنينه قلت لها السيناتور ديالاش قال لي لا قال لي قال لي دابا عرفتي اش غتسني دابا قال لي انت يا عندك الكريمه هو عنده الطوموبيل قال لي قال لي اي اكسيده جات ما بقاوش يعيطوا لك انت انت دابا كيفاش هي هذيك عطاه السيد عطاه مليون و أعطاني من 40 قال لي الحركه ميته وهذه ما كاينش وهذه ما ديك مليون فاش دازت المده بنيتي انا معرفه كيسكن الناس كيوريوني ما عندي مشيت المرات تصوري كنت خدامه واحد المره خسرت شي 80000 ريال باش نخلص الكرا ديك المره كانت تكون مره كتعطيني جوبناتها ما بقيت كنجمع الناس كيتلاقاو معايا كيقول لي واش انت عندك كيقول لي الكارطونه الكريمه ما كتباعش كتخرج من الداخل هي كيعطيها سيدنا ما كتباع ما تشرى كيقول لي ماشي دار ما عمر سميت ما كتبدل حتى كتموتي فعلا مشيت المره الاولى المره الثانيه كنسول الناظور مشيت لبيرو الطاكسيات قال لي اه ازاري خارجه عندنا البونتاج خارجه 2002 فعلا قال لي كدير تا مع الناظور فعلا ملي مشيت هذاك اللي مكلف في الاداره قال لي غديري شي غديري شكايه للعامل ملي درت شيكي انا المره الثانيه مشي الثاني قال لي شوفي غادي يعني نشوفوا البحث ديال الفولي سمعي المره الاولى عيط لي قال لي عطاني النمره نعيط من اللي عيطي قال لي السيد حط... حط عليك المبلغ الجمرات انا ما عرفاش هذا المبلغ شنو كاين ما بقيتش حط عليا 8 مليون سبينا شاده انا راه شاده 100 وشاده 40 حط عليا 8 مليون راجل اختي حط عليا 8 مليون مكتوب عليا انا انا راه شاده 100 وشاده 40 مي دارت قصيده شادة ميا وشادة ربعين درت تكسيدة بنيتي ثمانية مينو ما تكون لي أيوة ما تكون لي واخدا خدا هو كتحسب عليا أنايا إيوا دابا هو شنو دار لاصقني مع مول الكريمة اللي اللي دوزة لي لصقني معاه صافي هاديك ملي جيت ما عارفة والو صافي مبقاوش عندي الفلوس بنيتي بركت دازت واحد المدة كنبيع ونشري بحال هكا في الحويجات قدام تلاقيت مع واحد السيده وداكشي قالت لي انا عندي صحتي في الجمعيه صفتك عند المحاميه فعلا مشيت صفتني على هاد المحاميه الله يجازيها بخير هي اللي جبدت ليا هاد الوراق شتي هاد الوراق الوكاله ما كانت عندي والو انا هاد المحاميه بغيتي الله يكثر خيره والله يجازيها بخير داني الولد قالت لي بناتي غنصفتك واحد الدري داني حدا المحكمه سميتها ابتسام مع التاج المحكمه والله يجازيها بخير والله يكثر خير هذيك المحاميه هي اللي جبدت لي هاد الوراق فعلا مشيت الناظر شافني هذاك اللي مكلف الوراق قال لي الورقه فين انت خارجين قال لي راه بزاف اش غنجبدهم لك ازهري كي تلاح حفظك راه ما عنديش كنخدم عند الناس وما عندي والو كنتسلف ونجي فعلي نجبد ديال الورق جتهم كيفاش جات الورق لقيت السيد من شت الوراق بنيتي ملي قال لي عرفتي شحال كاتب عليك قال لي 8 مليون ونص كاتب عليك نسيبك الله ما نقولش كميتي ملي قال لي ديك الريفي طحت ونط انا شدت لي 140 قال لي بلاتي نعيط على مول الكريمه قال لي عاد فريد عيط لي على السيد جا قوي لي لاباس قلت لي ما عرفتكش قال لي تلاقيت معاك عند السيد عند نسيبك بلا مره قال لي سنيتي قال لي قال لي ملي قال لك شوفي انت عندك الجريمه وقال لي انت عندك الطوموبيل اللي جات شي كسيده جات شي انت مسؤول انت عندك الطوموبيل وازاري عندها الجريمه يعني انت اللي مسؤول قال لي قال لي شوفي قال لي قال لي قال لي الاخر هذاك الريفي شحال عطيتيه قال لي عطيت قال لي عطيتو مليون 60 قال لي قال لي غندوز نسيبتي شدوا مليون وعشرين وعطاني 40 سمعتي كيفاش؟ جيت الوراق لقيتو بنيتي كاتب عليا 8 مليون ونص واش واش هذا مش ظالم مش نصب تصوري نسيبي ناصب عليا وكل حقي وناصب عليا يلا نسيبي هذا و... وفي بلاصه القانون يعني رجل القانون ينصب نسيب على نسيبته محش. محشوماش الوكاله اللي درت لي انا ما عارفاش يا بنتي رانا ما قارياش طلبت امي ما قارياش تصوري يكون نسيبك وكتضربي تمارين وكل شيء عليا قولي لي كاتب عليا 8 8, 8 محشوماش ودير لي الكريمه محشومه شو ما عنديش انا الناس كيعاونوني مو لي مول الدار كيتسنى ربع شهور المرقط عليا الضو اه كاري واش غنكري كاري هاد البويته هو الدار قال لي خرجي الجيران نقطعوا لي الموت دور كتعطيني واحد المراه الناس كيجيبوا لي منها كلشي نفري ليش كندير حوايج قدام راه نجيب 40 مره السين محشوماش انا هاد النيده كنوصلو سيدنا الله ينصرو الله يزيد في العمر ديالو وتصور يعطاني القريمه باش نعيش على ايامي وفي الاخر قاضي لي نسيبي راجل القانون وقاضي وهاد النيده سيدنا الله ينصرو ويزيد في العمر ديالو ويبغي تشوف هاد الاودي وقف معايا وكنوصلو الحموشي مدير الامن ما يوقف معايا ما بغيتوش مع هاد النيده معايا والله يزاديهم بخير وكانت من اللي شافو يتعاون معايا الله يزاديهم بخير والله يكثر خيرهم هادشي اللي كاين بنتي وادي تشوفي الوضعيه فين كاينه والمحسنين من المحسنين اللي شافني يتعاون معايا راه معدي باش نخلص كرا اما الورقة عندي باش نمشي عند ربع الورقة ما عنديش وما عندي لا بنت لا ولد الله يجازيهم بخير وحدانية ما عندي لا فاميلا ما كنلقى حتى ناكل كنتمنى المحسنين يتعاونوا معايا وهادشي الشيء يسمعوه الناس وهاد النداء كنوصلو لسيدنا الله ينصرو والله يزيد في العمر ديالو وكنتمنى نوصل هاد الناس هاد الاوديو كنوصلو حتى للمدير الامن حموشي الله يجازيه بخير وبغيت يوقف معايا هادشي اللي كنتمناو المحسنين الله يجازيهم بخير هادشي اللي كاين